ماشي مهم رأيي أنا في هذا الموضوع. احنا وعدنا الرأي العام وسط الاتصال والإعلام وممثلي الأمة في البرلمان أننا سنخضع هذه الفترة لتقييم، والتقييم راه غادي ينطلق بعد ما ضبطنا المقتضيات المرجعية ديالو، والدراسة تستمر في هذه المرحلة الثانية، وسنكشف عن نتائج هذه الدراسة اللي غتبين المنحة والإيجابيات ديال الاعتماد ديال هذا التوقيت الصيفي. اللي أساسي هو أننا وضعنا حدا لنظام التغيير، أو النظام ازدواجية التوقيت للمملكة، اللي كنا احنا دائما هذه سنوات تنديروا توقيت صيفي وتوقيت شتوي، تنزيدوا ذاك الساعة في شهر مارس وتنعود تنحذفوها في أواخر شهر أكتوبر. وهذا التغيير كان كيخلق اضطرابات كثيرة، وخصوصا ملي كيولي ذاك التغيير جوج ديال التغييرات كيوليو أربعة مع شهر رمضان، وخلق اضطرابات. وحنا تفاعلنا معها إيجابيا وقمنا بالدراسة في المرحلة الأولية، وتبين بأن الازدواجية عندها سلبيات كثيرة، فقلنا غادي نمشيو نحو الاستقرار، هذا هو اللي أساسي. وطبعا الاستقرار كاين نقاش في واحد العدد المجتمعات، هذا موضوع لا يخصنا فقط، واش غادي نستقروا في التوقيت الشتوي ولا في التوقيت الصيفي. التقدير ديال الحكومة كان هو أنه نحتفظوا بالتوقيت، ذاك الساعة القرار اتخذ والتوقيت الصيفي لا زال ساريا، نحتفظوا به إلى الفترة الشتوية لنرى شنو النتيجة اللي غادي يعطي. فإذا كانت تبين المؤشرات الملائمة ديالو للمجتمع المغربي، الجوانب الصحية والأمنية والتوقيت الإداري والجوانب التربوية والدراسية، فأنذاك لن نتخذ القرار، وإنما سننهج يعني المسلك القانوني لاتخاذ القرار. لا، ما بغيش ندخل معك في الاتصال، لأن احنا كما أوضحت ذلك في مجلس المستشارين، نحن لم نغير التوقيت الرسمي للمملكة. علاش؟ لأن التوقيت الرسمي للمملكة هو توقيت يقره مرسوم ملكي لسنة 1967، وهذا المرسوم الملكي هو نفسه في مادته الثانية يعطي الحق للحكومة لتعليق العمل بهذا التوقيت لفترات محددة، لأنه دائما في بعض النصوص القانونية يكون بعض المقتضيات اللي كتكون استباقية، يمكن يوقعوا طوارئ اللي كتقتضي بأن نزيدوا ساعة ولا نقصوا ساعة، فهذه الصلاحية كتبقى، باش ماشي منين يجي واحد الطارئ خصنا نبداو ونرجعوا للبرلمان والغرفة الأولى والغرفة الثانية والمناقشة واش ناخذوا القرار ولا ما ناخذوش. فهذاك القانون في 67 آنذاك كان خلى هاد الإمكانية للمؤسسة الحكومية للسلطة التنفيذية أنها على حسب كل ما اقتضى الأمر يمكن لها تزيد ساعة أو انطلاقا من هاد المادة، وانطلاقا من المرسوم اللي كيقول ها هو التوقيت للمملكة، احتفظنا بداك الساعة لفترة تجريبية. يعني نحن لم نغير التوقيت، التوقيت غادي يتغير، احنا دولة القانون ودولة المؤسسات غادي يتغير بالمسطرة القانونية ديالو، غادي يتغير بالمسطرة القانونية. ملي غادي يجي وقت هذاك الساعة كاينة مؤسسات أخرى غتدخل اللي هي غتسهر على دستورية القوانين، ماشي فقط غير الحكومة. احنا بالنسبة لنا هو أننا خدينا واحد الإجراء تدبيري ماشي تشريعي، ما شرعناش من جديد التوقيت المملكة، تدبيري ومؤقت، وها هو الآن هو ساري المفعول، وحنا تنشوفوها هو ساري المفعول، والدراسة راه غادية، ومن بعد غادي نجيو عند المغاربة نقول لهم ها هي الفوائد اللي أكدت التوقيت الصيفي اللي غادي يستمر، واللي غادي يكون دوز واحد دابا الآن النهار بدا تيطول شي شوية، دوزناه في الفترة الشتوية، ها المنافع ديالو، وإذا كانت شي سلبيات غادي نقولوها أيضا. وبناء على ذلك فإن الحكومة غادي تاخذ واحد العدد ديال التدابير اللي
اللي غادي تندرج في الإطار التشريعي المؤسساتي لاتخاذ القرار المناسب. سبقني قلت بأن هذه الدراسة غادي تغطي المرحلة الثانية اللي كتمتد إلى نهاية مارس بداية أبريل. كتعرف الدراسة راه ما يمكنش تقول له خصك توقف الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، راه كاين مقابلات وكاين استثمارات وكاين دراسات رصيد وثائقي وطلع على تجارب، وهذا الشيء كله خصو اشتغال وخصو باش تكون دراسة جادة. إذا في نهاية أواخر مارس بداية شهر أبريل مفروض أن الدراسة تكون وصلت إلى النهاية ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.